عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحيط 64 تتكون من ثلاث غرف، كل غرفة مع حمامها. داخل الحمام مع حامي وما بارد. هذا المطبخ. طاولة الطعام، صالة الجلوس مع التلفزيون. نبدأ في الغرفة الأولى. الغرفة مع دولاب ملابس، الحمام، هذه الغرفة الثانية مع الدولاب، الحمام، وهذه الغرفة الأخيرة. مع الدولاب، حمام، الغرفة. طبعا هذه الفيلا تطل على فيو جدا جميل، وهو الجبل وما تحت الجبل رأسا. هنا يوجد كراسي جلوس، الفيلا داخل مجمع بلال. وسلامتكم.